مع انتهاء عام دراسي وبدء الفترة الصيفية في مراكز نور القرآن بريف حلب الشمالي، ونتيجة النجاحات التي حققتها المراكز وتخريج عدد من الحفاظ، كان الإقبال على التسجيل في المراكز كبيرا جدا. أنا مشرف مركز الشيخ طاهر، فوج الطلاب المتميزين الذين تم الاستعانة بهم لتعليم الطلاب المبتدئين القراءة والكتابة بسبب الإقبال الكبير للتسجيل في مراكز نور القرآن ونقص الكوادر المؤهلة. وبسبب الظروف الراهنة وقلة الكوادر المؤهلة وازدياد عدد الطلاب، اضطرت الإدارة للدفع بالطلاب المتميزين لتدريس الطلاب المبتدئين مبادئ القراءة والكتابة. حاء سكون أح، غين سكون أغ، خاء سكون أخ. أنا طالب من جامعة الشيخ طاهر من حلقة حفاظ القرآن، حافظ 12 جزء من القرآن الكريم، وأقوم الآن بتدريس الطلاب بسبب نقص الأساتذة وكثرة الطلاب. باء تاء ساء جيم حاء. أنا طالبة من حلقة الحافظات، اضطررت أن أدرس في مسجد خالد بن الوليد لعدم وجود المعلمات ولتزايد الطلاب. راجين من الله أن يكتب لهم التوفيق والنجاح، وكلنا ثقة بهم وبقدرتهم على ذلك. شكرا ماليزيا، شكرا ماليزيا.